لكن بشكل عام سيادة اللواء والجهد اللي حضراتكم بتبذلوه وأمل مصر كلها أن يكون عندها برلمان محترم، خلط الجد بالهزل والسخرية زي ما تابعنا من خلال الفيديو، مش بس الإقبال لكن يعني برضو نص في القانون وال500 جنيه غرامة، السخرية من شكل البرلمان اللي جاي مطبلطية رقاصين، يعني كل الكلام ده، تفتكر حضرتك انه لازم يكون في تحرك، لازم يكون في توضيح للامور، ده يقلل من الجهد المبذول، ده يشكك الناخب او المواطن المصري في اهميه برلمانه؟ حضرتك تفضلت وقلت في بدايه كلامك قناه طبعا بتنتمي للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه وعلاقات طيبه وما الى اخره، الاستعانه ببعض التويتات او الكلام اللي ممكن يخرج من اطراف بعينها للتشكيك في العمليه كلها وتتاخد على انها ده الواقع ودي الحقيقه على الارض. ما انا بقول حضرتك يعني هو اسلوب مزج الهزل بالسخرية بحقائق مغلوطة. يعني هو لما يجيب كليب بيتكلم عن ان كان انتخابات الرئاسة يومين واتبقت ثلاثة. انتخابات الرئاسة نسبة الحضور فيها متميزة جدا وصلت 47%، واليوم الثالث، لان اليوم الثاني اللي يتذكر درجة الحرارة وصلت في القاهرة فوق 50 درجة مئوية. يعني كانت درجة الحرارة شديدة جدا ثاني يوم، الناس مش قادرة تنزل من بيوتها قبل المغرب. ومدة اليوم عشان مراعاة لحالة الجو وعشان اللجان ما تقفلش الساعة 9 وتشتغل تاني يوم. وبعدين يعني في الانتخابات الأخيرة رئيس الحكومة إدى قرار بجعل اليوم التاني نصف يوم عمل. وتم تناوله في وسائل الإعلام إن هذا قرار خاطئ وكلف الدولة كذا وكذا وكذا وإنه ليس له أي تأثير، وتعرض هذا القرار للهجوم. على نفس إحدى القنوات اللي انتقدت هذا القرار بعد يعني الانتقاد كان الساعة 8:47 دقيقة 9:13 دقيقة، الساعة 9:17 دقيقة هذه القناة أجرت مداخلة مع مستر ميشيل فرانسوا، ده رئيس الاتحاد الديمقراطي، منظمة دولية في فرنسا اسمها منظمة حقوق الإنسان والديمقراطية، تمام، أجرت معاه حديث وسألته صراحة عن هذا القرار. قال هذا القرار إيجابي تماما وكان له تأثير إيجابي على نسبة المشاركة، ويأتي في إطار مدونة السلوك الدولية للأمم المتحدة في مجال الانتخابات اللي بتلزم الدولة وأجهزتها بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للناخبين. يعني أنا كدولة أو أي أجهزة معنية لازم تتخذ أي إجراءات.